العرس متى يا سلطان؟ لا يسر الله. ناصد هذا محدد؟ لا والله بس بتصير. يعني في خاطرك متى بعد كم؟ والله لا يسر الله. بالله صدق بسر. والله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أنا أدري. ترى هم يعني يقول يقال إنها آخر هموم الحياة. العرس. العرس. شلون آخر هموم الحياة وهو ها شو اسمه؟ حياة جديدة يا أحمد. بس شو المشكلة؟ والله العظيم عاد تني اشوف انتاجك اسمع انتاجك عيالك ان الله رزقنا الذريه عصبين رؤوسهم عصبين رؤوسهم دب دب اربعه منا عن اربع قبايل ويوم يجيك رؤوسهم كلاوي يوم يجيك الواحد راسه هذا كبره يعني ما ادري شو المشكله صدق والله ترى عيالي انا بيجون شوف بيجون حلوين زين وكيوت اما حق حاله ايه ويجيك الواحد طال عمرك راسه حق شر ويت عرفت كيف؟ لكن انت اعوذ بالله اعوذ بالله منك يا عيالك ما اخطيت عليك حتى عيالي الله اكبر حاذفهم الحين ما جاك شيء الله يجيبهم